ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله وجه يا وجه يا اخي انا معلمك يا اخي ما حلقت دقيقه اسمعني انا معلمك وقايل لك بنروح موعدنا الساعه 7 عنده طالع فيني وراك ما صحيت من النوم ما خلصت بعد الله من شغله لشغله طيب صاحني طيب ما اقدر يا معلم ها يلا حيا ذا الوجه وجه والله العظيم اسمع ترى جاني خبر انك في سبيس يا الورع اقسم بالله يا جماعة الخير يا رافع ضغطي يا خاف ودي اخنقك ودي اخنقك فيك للطبع والله ليتي رايح حلاك لأ بيحلك يا الناس خلصوا الحفل خلصوها الحين بينامون اما وجه وجه استغفر الله العلي العظيم يا رجال البخ بس البخ اقول يا قهوه ابو منيره قهوه ابو منيره الله الله لا خلنا نشوف هلا وسهلا يا ورا رد الشيخ الله من رباك يا هلا السلطي وجناني سلامات يا السلطي سلامات بسم الله عليك شلون لا بسيط ابو هزه يقول يبدل مفصل دقيقه انتبه ترى بيعطيك هد براد نايف والله من الاقوال وش يقول فارس عوض وش يقول ايوه الله 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 يا مرحبا سلام عليك حقة الهلال سددنا فواتيره كلها والله خوش والله صح النوم ليش نايم الحين ليش نايم اليوم يرسلون وين سلطان اعترف ليش نايم سقعت شمس انا اشهد جالس نايم ما تشوف الشمس انا اشهد ابو نايف انك تتعب وانا لي شهور وانا الشمس كل يوم براي انا اشهد انك تتعب يا ابو نايف الله يضيع لك تعب والله انك كذاب الله يوفقك والله يوفق الله بس الله يسعدك ما يتعب ملي ما يتعب والله اني مقدر وانا اعرف انك تتعب يا ابو نايف كذاب انا اطلع العلامات اللي عندي اسكت كذاب اسكت والله اني ادري انك تتعب يا سلطان اركب بس امشي ابشر بالقهوه والعشاء عبادي لقيته نايم يا مسكين عبادي ارتعت في مسكين ارتعت فيه ما خليته عبادي له 3 ايام ما نام انت ايش مسوي فيه عبادي له 3 ايام يا سلطان ايش انا لي شهر وسنه وسنين مدري ما نمت يا فادي يا رجال 3 ايام ولا 4 ايام صدق تتفق اسمي مثل الطبله اللي وراك الطبله عند يا الطبله يا الطبج يا الطب شفت شلون خليته يطلع المصطلحات هذه يا الطبج شفت شلون مصطلحاته طلعت اسطام بقول لك شيء حاول تفكني منه يقول هلا باللي اسمع حاول تفكني منه ذاك منو لانك شوي يعطيني كلمه ما ادري صرت اقولها قدام الناس ما استحي انتوا جايين من نيار انتوا ما جايين انتوا حاضرين زواج واحد من العيال مات الله يبيع واحد من عيال جاكو تو متزوج جاكو ايه انا ما جبته معكم جاكو اللي فاكو جاكو راحوا جاكو جاكو ما جاكو اهلا لكم رايحين جاكو كذا ايه عندهم محاوره هم سم لحيك شلونك الغلا كيفك ها شوف انا لما ادخل بثوث اجي مشخص وادخل اقول هلا والله شوف ايش قاعد يشرب كركديه يوه شوف قده خلي الكركديه ايوه يسعدوني من يوم يرسلون اهلا تعبنا واحنا نجعلنا قرب سموكي بتشيل هلا باللي انت اقسم فيها انا ابغى اشتوب اشتوب من رجال احلى عطر يا جماعه انا ترى رجال راكب معك الباشا ذا من راكب جاك شو ما في احد سلمى
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا اخي مش خروج خام جبال والله ما هديتك يا فهد. بعد بالله لو صارت هوشه يا فهد فهد انا قدرتي قدرتي ايش تبي انت؟ صارت هوشه تفزع اي والله. وش فيك يا اخي؟ يا اخي قل لي من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟ من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟ ابغى اعرفه تكفى عشان اشوف ايش. انت ما فيك طب. وش فيك يا اخي؟